معنا عبر الهاتف الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل سيد محمد الزيود. أهلا بك سيد محمد. سيد محمد، يعني هل هناك مدة أو مهلة زمنية لمنح التصاريح للعمالة السورية؟ مساء الخير أخي، ومساء الخير لك ولجميع المشاهدين. بداية، هذا التجديد هو يأتي في ضمن سياق جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل. هي المسألة ليست لها علاقة فقط أو لها علاقة بالمدة أو نهاية المدة. هذه القرارات تجدد سنويا منذ عام 2016 لإعفاء العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل ورسوم الشهادات الصحية حتى يكون تواجدهم في سوق العمل الأردني بشكل قانوني، وأيضا حتى إذا قام صاحب العمل الأردني بتشغيل عمالة من الجنسية السورية يكون وضعه وفقا لأحكام القانون ويكون ضمن أحكام قانون العمل، وحتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية عند تشغيل عمالة من الجنسية السورية. وأيضا هذه القرارات مجلس الوزراء التي من 2016 جاءت بناء على اتفاقية لندن التي شارك بها الأردن في ذلك الحين وتعهدات الأردن في ذلك الوقت. وأيضا هذه الدعوة حتى نتمكن من تنظيم سوق العمل ومعرفة عدد العمالة من مختلف الجنسيات في سوق العمل، وهذا أيضا سبقه كما تعلم كان هناك تصويب وقوننا لأوضاع العمالة غير الأردنيين والجنسيات الأخرى، ومنحت فترة من الرابع من تموز وحتى الثاني من أيلول من عام 2021. اليوم العمالة السورية كل التسهيلات مقدمة لهم بحكم أوضاعهم كما تعلم، ولهذا نحن اليوم هذه دعوة من خلال قناتكم الكريمة حتى يلتزم أصحاب العمل بحث العمالة من غير الأردني والجنسية السورية بالتوجه لتجديد تصاريح عملهم ولا يعرضوا صاحب العمل لمساءلة قانونية. نعم سيد محمد، يعني أيضا من خلال دعوتكم أنتم كان هناك حديث عن تجنبا لأي إجراءات قانونية بخصوص الإجراءات التي من الممكن اتخاذها بحق المخالفين أو المتأخرين أيضا عن التجديد. سيدي، بداية هي الغرامة والعقوبة تقع على صاحب العمل، يعني صاحب العمل اليوم يعرض نفسه للإجراء القانوني والمخالفات المالية في حال قام بتشغيل عمالة من الجنسية السورية بشكل غير مصاد بدون أن يكون هناك لديهم تصريح عمل سارية المفعول. فحتى لا يتجنبوا هذه الإجراءات والمخالفات التي من المتوقع أن تقع عليهم ينفذها مفتشي العمل، يفترض أن يقوموا يشغلوا عمالة تحمل تصريح سارية المفعول بشكل عام سواء كان الجنسية السورية أو غير الجنسية السورية. طب أيضا سيد محمد، يعني طبيعة المهن المحددة للعمالة السورية للعمل، يعني خصوصا وأن الوزارة حددت قائمة مرجعية أيضا بالمجموعات المهنية. نعم، يعني المهن المتاحة للعمالة من الجنسية السورية هي ذات المهن المتاحة لباقي العمالة الوافدة، وهي محصورة بقوائم محددة حتى لأن تقريبا أكثر من 95% من المهن الموجودة في سوق العمل هي مهن محصورة بالأردنيين، إلا قوائم محددة حددت للعمالة الوافدة تعمل بها ومن ضمنها الجنسية السورية. إذن هم محصورين بقوائم محددة من المهن حتى يعملوا بها أسوة بباقي الجنسيات الموجودة على أراضي المملكة. وبسؤال أخير وأيضا للتوضيح بخصوص الفرق ما بين يعني تصاريح العمل المرنة والمؤقتة عن باقي التصاريح. يعني تصاريح العمل المرنة وهذه تم استحداثها في مؤخرا في من قبل وزارة العمل، وهذه تتيح للعامل أن يعمل بشكل مرن في نفس القطاع الذي يعمل به حتى لا يتقيد في لدى منشأة معينة في نفس القطاع، فهي تبسط الإجراءات على العمالة السورية وحتى نضمن أنهم أيضا يتوجهوا إلى إصدار تصريح عمل ضمن خلال عملهم في سوق العمل. نعم، إذن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل السيد محمد الزيود، شكرا جزيلا لك.